بداية بلدية المحلة في الدوري الممتاز الموسم ده كانت بداية مبشرة على مستوى الأداء وكمان حتى على مستوى النتائج، لماذا كل هذا التراجع على مستوى النتائج تحديدا؟ والله ده يعني في امور، انت عارف الامور الفنيه دايما مش بحب اتكلم فيها قوي، بس هو اكيد في حاجات كتير وكواليس كتير وامور كتير ينفع المفروض ان احنا نتكلم فيها، يعني خبرات شويه مع يعني برضه ظروف ما كانتش احسن حاجه في اصابات في صفقات كانت لسه داخله في يناير، اصابات قويه جدا سواء رباط صليبي او وتر اكيلس او يعني اثرت بشكل كبير بعد ما كانت ادت اداء مباريات كويسه وكان بدات الدنيا تتحسن وتظبط، فما كانش في توفيق في حاجات كتير زي طبعا في بعض المباريات اللي كان فيها اخطاء تحكيميه كارثيه، بس انا ما بحبش اتكلم في الكلام ده في الوقت ده ليا كابتن كريم، لان انا ما بحبش مش من مدرسه ان انا بعلق شماعات او ان انا عشان برضو جمهور النادي والناس اللي بتتابعنا ما تفكرش ان انا بعلق شماعه على حاجه، احنا في توفيق في اللي فات كله ايا كان، وارد ان احنا لما يبقى في وقت مكسب او ان شاء الله بنحقق التارجت بتاعنا في الدوري الممتاز اكيد هنتكلم في حاجات كتير يعني، لكن دلوقتي كلها تبقى شماعات يعني، لكن هي مش شماعات ولا حاجه، هي حاجات حقيقيه، ظروف صعبه احنا مرينا بيها، ان شاء الله باذن الله يعني على وعدنا مع بعض بعد نهايه الدوري نقعد مع بعض ان شاء الله باذن الله في اللقاء ان شاء الله. استاذ مصطفى عايز اسالك بشكل عام رايك في اداره مسابقه الدوري الممتاز، هل بيجي لكم جداول واضحه للمباريات ولا بتفاجئوا ببعض المواعيد في المباريات ولا الامور بالنسبه لكم ماشيه ازاي؟ بص حضرتك انا متابع وملاصق لمنظومه الكوره في مصر من سنوات كتير. الحقيقه ده موسم سيء جدا جدا للكوره المصريه حقيقه يعني في ادارته والتحكيم أسوأ مواسم التحكيم على مر العصور اللي فاتت، الناس كلها كان دايما بيبقى في شكاوى في التحكيم لكن مش بالحجم ده، احنا امبارح بنسمع الكابتن احمد دياب بيتكلم في 15 16 نادي بيشتكوا من التحكيم في شكاوى رسميه على مدار الماتشات اللي فاتت، فده امور صعبه، قله الاجتماعات بالانديه سواء من الرابطه او من الاتحاد في الفتره اللي فاتت عمل فجوه كبيره جدا، قله بناء على المذكرات والحاجات الوقائع اللي بتتقدم في مذكرات وشكاوى رسميه للرابطه والاتحاد ما بيتمش الرد عليها بوضوح وما بيتمش اتخاذ قرارات فيها، ده عامل حاله صعبه جدا، فوصلنا بقى لحاجات يعني النهارده حضرتك بتشوف الزمالك بينسحب من مباراه قمه والانديه كلها بتشتكي وتضارب في مواعيد وتضارب في قرارات تحكيميه ومسابقه ما مش عارفين رايحه على فين، في حاجات كتير، فده كل الحاجات اللي قبل كده دي هي اللي بتوصل للحاجات اللي بيبقى شكلها وحش، وانا دايما بقول ان الدوري المصري دوري قوي جدا ودوري يعني ذو قيمه كبيره جدا جدا، وبيتبذل فيه مجهود الحقيقه عشان برضه ما نبخسش حق الناس اللي بتشتغل بعوده الجماهير وزياده سعه الاستادات والشكل اللي بقى بيطلع بيه الدوري دلوقتي والرعاه اللي بتدخل، دي كلها مكتسبات يعني كنت اتمنى ان احنا نبني عليها اسرع من كده وخطواتنا تبقى اقوى واسرع من كده وفيها ثبات اكتر من كده، لكن يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره الجايه يتم التدرج ده وبدايتها من الموسم الجديد تبقى الامور اوضح من كده يعني. ان شاء الله استاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحله بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق وانتظرك ان شاء الله في نهايه الموسم بلدية المحله باذن الله نادي جماهيري كبير يبقى في الدوري الممتاز.